أسعد الله مساءكم أعزائي المشاهدين في عدد جديد من حوار مباشر تزامنا مع يوم الوطني للسلامة المرورية. نستضيف أستاذ مرسي عمراني عضو الجمعية الدولية للسلامة المرورية. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ عمراني. مرحبا بك سيد الكريم. يعني بداية يعني هذا الشيء يعني أرق بزاف المواطنين، يعني السلامة المرورية يعني الشيء اللي دائما يمشي فيه المجتمع الجزائري والمواطن الجزائري، يعني أين موقع الجزائر سلام المرورية بالنسبة للعالم؟ يعني والله حوادث الطرق أو التصادمات كما تسمى هي مسألة أو معضلة عالمية، لكن 93% من الإصابات في العالم هي في الدول ضعيفة الدخل ومتوسطة الدخل. تصور أن الدول مرتفعة الدخل يعني ما عندهاش إلا 7% من الحوادث والإصابات في العالم، فإحنا رانا موجودين يعني في الجزائر، الجزائر موجودة مع الدول ضعيفة أو متوسطة الدخل. المعضلة هذه إذا كان مشات بالوتيرة هذه عالميا فرايح يكون هناك عدد تاع 13 مليون وفاة في خلال العشرية الجاية حسب منظمة الصحة العالمية، يعني إذا كان مشات بالوتيرة اللي رانا نتعاملوا بها مع معضلة حوادث الطرق. يوميا هناك ما يقارب 3600 ضحية في العالم، في الجزائر ما بين 10 إلى 12 ضحية يعني حسب التقديرات الرسمية. الفئة نتاع من 5 سنوات إلى 29 سنة هي الفئة الأولى الأكثر عرضة في 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 للوفيات أو للإصابات في الطرق. نعرف يعني أن ولذلك يعني لاحظوا أن يعني الدرك الوطني ولا الحماية ولا غيرها ولا الشرطة فهم يتصدون أكثر لهذه الفئة حماية لها، يعني مشي خاطش كاين شباب اللي ما يحبوش يعني يحبوش هذا يعني الحواجز ولا يشوفوها كذا، ولكن ما همش عارفين باللي الطريق يعني الهدف تاعها الضحية الكبير هو هذه الفئة. طبعا في أهداف التنمية المستدامة يعني الأهداف العالمية 17 ركز يعني ركزوا على مسألة السلامة المرورية وأعطوا لها بعد يعني أكبر من ذي قبل. فأهداف التنمية المستدامة يعني اللي راهم يعملوا لها إلى 2030 مسألة سلامة الفرد في الطرق راه عندها علاقة بالفقر وعندها علاقة بالصحة، عندها علاقة بالبيئة، عندها علاقة بعدة عوامل. يعني مشكلة ذهنيات يعني أيضا تاني كيلعب دور، يعني نرى بعض يعني المراهقين تاني يعني يجولوا بالسيارات في طرق سريعة مما يؤدي إلى يعني كثير من الحوادث في هذا المجال. نعم بارك الله فيك، هو المظاهر اللي نشوفوها في الطرق والمظاهر اللي يكون فيها الشبابنا والسائقين عرضة للموت أو عرضة للإصابات الخطيرة، هذه سلوكات عمرنا ولا نلقاو سلوك يعني مشابه لسلوك آخر، وعمرنا ولا نلقاو يعني حادث مشابه للآخر، بالتالي هذا الأمر جد متشابك جد يعني صعب يعني وتتشابك فيه كثير من العوامل، يعني الذهنية التربية الرادع الطرق المركبات كلها هذه أمور. الوفاة أو الإصابة يعني تحدث لما يجتمعوا بزاف ثغرات. أول ثغرة هي السرعة، ممكن تجي من العجلة، ممكن تجي من الطريق، ممكن تجي من الجو، ممكن تجي من شيء في المركبة وفي الطرق، فالعوامل جد متشعبة، وبالتالي المواجهة هذه المعضلة لازم كذلك يكون هناك شركاء كثيرون، يعني ما هوش فقط الدرك ولا الشرطة ولا الحماية ولا الصحة ولا فقط. في الدول يعني المتقدمة تلقى عندهم هناك استراتيجية
وهذه استراتيجية مثلا لمواجهة المعضلة، مثلا اللي يقول لك مثلا عندي استراتيجية تاع 3 سنوات ولا باش مثلا نقص مثلا من الحوادث تاع الدرجات النارية مثلا ب 30% ولا 50%، ويدير مخطط ويدير استراتيجية ويتحاسب عليها بعد 3 سنوات. يعني لازم يتحاسب عليها، قلت 3 سنين نقصت 30%، ورانا وصلنا هنايا. تفضل. يعني بالنسبة للاستراتيجية، يعني ما هي الاستراتيجية يعني الجزائرية خاصة في السلامة المرورية؟ شوف، احنا في الجزائر ما عندناش استراتيجية لحد الآن، كاين عمل يعني يومي ولكن ما عندناش استراتيجية. هل هذا يشكل يعني عنده فارق خاصة من جانب الحوادث المرور والازدحام المروري أيضا؟ نعم، هو شوف، هو الازدحام المروري هو نتيجة نتاع نظرة يعني حول النقل والتنقل. احنا النقل نتاعنا هو نقل يعتمد على السيارة الفردية. يعني في السنوات اللي خلت، العشريات اللي فاتوا، ما اعتمدناش يعني على النقل العام الا يعني مؤخرا، وان كان هناك يعني طفرة، يعني لما جاء المترو والترام وكذا والمصاعد الهوائية اللي كانت حابسة ومؤخرا بدأت تمشي. نعم. وكان النقل يعني النقل تقريبا يعني راه ملم بكل، خاصة مثلا النقل البري في السنوات الأخيرة مش كما سنوات، مشي 30 سنة قبل ولا، ولكن تبقى دروك السيارة الفردية هي المهيمنة على النقل في الجزائر. ولما تكون سيارة فردية في العالم الآن ما بقاتش يعني مثل السنوات السابقة. مثلا نشوفوا فرنسا مثلا في الخمسينات كانت ضحايا وصلوا واحد سنة في سنة 54 17,000 ضحية. نعم. في سنة ضحية طرقات في السنة. هنا في هذاك الوقت كانت السيارة الفردية هي المهيمنة، وعلى بالك السيارة الفردية هي تشكل 70% من الحوادث تاع الطرق. يعني على سبيل الذكر، يعني الحصيلة لفرنسا سنة 54، يعني ما هي حصيلة الجزائر يعني لسنة 2021 بالنسبة للحوادث المرور؟ والله انا ما عندي، نشوف ما كاش موقع مثلا في الجزائر ولا مصدر رسمي اللي يعطي الحصيله السنويه. ولكن هو احنا راهي الان منذ سنوات احنا رانا بين 3000 و4000 ضحيه. منظمه الصحه العالميه التقرير تاعها تاع 2018 اعطت عدد تاع 9000 ضحيه في الجزائر. نعم. 9000 ضحية في الجزائر. طبعا والضحية هو ضحية الوفاة، هو الإنسان اللي يموت في شهر الحادث. نعم. في شهر الحادث، يعني تصور أن إنسان صار له حادث على 12 تاع الليل ولا 11:30 تاع الليل. مرات الناس تكون راكدة على كل باش نوصلوا له ولا كذا، كاين الناس خطرات يرفدوه في الطريق ويدوه، ما تعرفوش وين هوبيتال. نعم. راح ما تعرفش كذا، وبالتالي زيد هذه كاين الناس مثلا ما كانش علاقه مع التامينات، ما كانش كذا، فكاين هناك يعني ما كانش حصيله يعني رسميه، يعني كما يقولوا دقيقه، ما كلوش رسميه. الرسميين عندهم يعني كل رجال الدرك ورجال الشرطه، كل واحدين عندهم في الاقليم تاعهم الحصيله تاعهم، ولكن تبقى الحصيله الرسميه احنا بين 3000 و4000 قتيل سنويا، وهذا يعني هذا عدد مهول جدا. نعم. مهول مقارنة يعني. يعني بالنسبة يعني نعاودوا نتنقلوا يعني الاختناق المروري، يعني خاصة في يعني في الناس بزاف اللي يكونوا داخلين العاصمة يشهدوا بزاف يعني اختناق مرور. في بعض الأحيان يكون هناك سبب بسبب الحوادث، لكن بعد يعني بعض الأي مرات ما تكونش كاين يعني أسباب. يعني في نظرك ما هو السبب الحقيقي للازدحام المرور؟ والله ربما نتكلمت سابقا على الحلول اللي حطتها الوزارة النقل، أنها يعني أعلنت على مشروع تاع 16 مشروع تاع طرق جديدة في العاصمة اللي فك الاختناق. وفك الاختناق هذا كثير من الحكومات تكلمت عليه، عشرات الحكومات السابقة تكلمت عليه، ولكن بقينا كما هو، وكانت تنظر بنفس النظرة أنه لازم نزيد طرق جديدة باش نمو. وهذا ماهوش حل،
لان لما نزيدوا طرق جديده راح تكون هناك سيارات جديده وراح يتعمر بعد سنه ولا خمس اشهر ولا غادي نرجعوا لنفس النقطه بنفس النقطه. ولذلك عموما في اوروبا كثير من الدول والمدن يعني اللي اكثر اختناقا من الجزائر في اوروبا حتى في اوروبا. ولكن تعاملوا مع الامر بحكمه وبنظر ثاقب. التكنولوجيا، لجؤوا للتكنولوجيا. نعطيك مثال مؤخرا فرنسا، احنا نجيبهم فرنسا لانها ملهمتنا على كل. ففرنسا الاسبوع هذا فقط داروا اعلان على مشروع عندهم الاختناق المروري وين؟ على مستوى نقاط التخليص لسونتر دو بياج كما يقولوا تاع لي زوتورو تاع الدفع، يعني الدفع السيارة. ايوا عندهم اختناق رهيب في النقاط. كاين اظن طريق سريع 13 اظن ولا 23 اي 13 ولا اي 23. فهذا واش داروا؟ اعلنوا على مشروع. واش يدير هذا المشروع باش يحلوا الاختناق المروري؟ قال لك نحوا هذو لي سونتر، هذو لي سين نحيوهم. واش يديروا في بلاصتهم؟ تكنولوجيا في الطريق، كاميرات ورادارات وحساسات بحيث ترصد كل سياره. هذيك السياره فيها مسبقا يعني فيها بيوس، يعني كيما نقولوا شريحه تاع تخليص. ويخلص بصوره ذكيه. يعني يخلص يعني تجي الفاتوره شهريه او اسبوعيه، يعني لا مباشره يتم التخليص. يعني كيما نقولوا آليا تم التخليص آلي، يعني بلا وثائق بلا كذا. يعني يستعملوا التخليص الذكي، التخليص الرقمي الجديد. فتلاحظ هنا كيفاش ولاو يستعملوا. على كل راح يديروها على مراحل، ربما تكون المرحله النهائيه في سنه 2023. هذا احد الطرق استعمال التكنولوجيا. نفس الشيء في الجزائر سنه 2017 عنوا على توأمه ما بين شركات او شركه ما بين إسبانيا والجزائر لفك الاختناق المروري في العاصمة، وحدوا حوالي 250 نقطة وين يحطوا فيها أجهزة وحطوا فيها إشارات حمراء ذكية. يعني ذكية يعني ترصد عدد السيارات اللي راه جاي وخارج وكذا، وتولي كما يقولوا دايناميك مانجمنت، يعني إدارة ديناميكية ماشي ستاتيك. ماشي قال الأحمر يقعد ثلاث دقائق ومن بعد يعني حسب بارك الله فيك هكذا باش نربح. لكن هل هذه الأمور يعني يمكن تطبيقها على أرض الواقع في الجزائر؟ يعني نعم، هذه كان ممكن. يعني كانت إدارة سابقة علنت على المشروع وبداوا فيه وكذا، ولكن فجأة توقف المشروع. نعم، مليح لاننا نعاودوا المشروع هذا، نعاودوا نسترجعوه، افضل بكثير. هذه السيارات او هذه الاموال، ربما هذه الاموال اللي راح نديروا بها طرق جديده. نعم، المفروض روح شري بها حافلات جديده. نعم، انا في رايي. لكن يعني واش تقول يعني نقدروا نطوروا شبكات النقل في الجزائر؟ بارك يعني الله فيك. مثلا نقدروا نربطوا يعني المدن المجاوره ما بين العاصمه، يعني مثلا الشرق غرب او جنوب. يعني كيفاش نقدروا يعني نقصوا عدد السيارات في طريق يعني في طريق السريع، ونقدروا نقنعوا المواطن الجزائري انه وسائل النقل الجامعي هي حل امثل من اجل التنقل؟ ايه بارك الله فيك. كاين هناك طرق وهي التحفيز. تحفيز لما نحفز المواطن نروح له نجيب. شوف تمشي في السياره تخلص خمس مرات، تمشي في الحافله تخلص نص قيمه. نعم، وتضعفها لها بعشر مرات مثلا، ربما في البنزين في، لكن توفر له النقل يعني نوعي ايضا. نعم، عددي، يعني يكون العدد يعني بارك الله فيك. وايضا يقدر يكون الاوقات يعني مثلا المسائيه الفطريه، عكس ما نراه الان انه يعني المواقيت تاع النقل يكون ما بين 8 صباحا و 7 صباحا حتى 4 يعني مساء. يعني هذا هو المشكل تاعنا. نعم، لما تكون اداره قويه، يعني لما تكون هناك اداره وكاين تنسيق بين الهيئات وكاين اراده، الامور الاليات تكون ماهيش مشكله. نقدر نقنع المواطن باللي هذا حل في فايتك، وراح نجربوه خمس شهور ست شهور ونشوفه. الى هو افضل ليك ولينا مليح.
الحافلات يعني اللي موجودة في العاصمة هذه ما هيش حافلات تماما. خاصة في رأيي لما كنت نقول لك باللي هذه الأموال اللي تروح في الطرق، إحنا أنا شخصيا أنا أفضل أنك تشري بها حافلات نوعية وتحفز المواطن، ربما حتى ربما كاين أماكن وين تديه باطل، تديه بدون مقابل. يخلي السيارة تاعه، راح يخلي السيارة تاعه. وهذه داروها دول كثيرة خاصة الأوروبية، وين وصلوا النقل أنه مجاني في بعض المناطق، ماشي كامل المناطق، في بعض المناطق وفي بعض الشرائح مثلا الطلبة عندهم نقل مجاني، الكبار السن كيف وتنويع، وحتى النقل العمومي الآخر، يعني نشجعوا الناس باش يستعملوا، وكذلك نأمنوه. نعطيك واحد النقطة صارت لي هذا الصباح. أنا ركبت في التليفيريك في المصعد الهوائي. فالمصعد الهوائي على بالك أن المركبة العربة لما توصل المحطة راح تدير واحد الدائرة هكذا ومن بعد تمشي. كاين حدود وين المواطن يركب. يعني إذا كانت عدى هذيك الحدود ممكن يصير له مشكل. ممكن يصير له مشكل. يؤدي الحوادث. نعم. لازم تكون مؤمنة هذيك، ما تخليش المواطن كي ما طلع له يجري ولا يجري وما طلع له يركب. لا. فكاين على كل رجال تاع الأمن موجودين، يعني دي زاجون. كان واحد فقط في هذه صارت في باب الواد بعد اليوم الصباح. يوم الصباح فأنا كنت راكب في العربة، وإذا بمرأة جاية تجري تركب قريب غادي تغلق الباب ومن بعد تعيط لبنتها، أروحي بنت صغيرة. فأنا عيطت عليهم، قلت لها ما تركب، عيطت لها باش ما تركبش. وخزرت في هذاك لاجون، قلت له كان لهي في التليفون، كان صور هذا الناس اللي راهم موجودين على 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 أمن، يعني محارس على أمن الناس، على أمن المواطن في الطرق وكل شيء، ويلها بالتليفون ولا ما يكونش إنسان يعني عنده غيرة وعنده حس مدني، حس وطني بأنه مسؤول على راحته، أمن الناس كذلك، مش غير راحتهم فقط. يعني هنا يعني تؤدي بنا إلى شقين، يعني لازم يعني نكونوا هذا يعني المكلفين بالأمن في المحطات، أو ثانيا يعني التحسيس، يعني ما هي الآليات التي يمكننا أن نحسس المواطن الجزائري خاصة في يعني في الطرقات أو في التنقل؟ يعني بارك الله فيك. شوف هو في اليوم الوطني للسلامة المرورية، هي في الغالب كاين هناك تشجيع، كاين تشجيع يسموه لانكوراجمون في الدول الاجنبيه، عندهم الاستراتيجي اوف 6 ايز كما يقولوا، انكوراجمنت ايدوكيشن انفورسمنت ايفالويشن اند انجينيرينغ، الهندسه. هذه خمس محاور فيها عنصر التشجيع. فانا حضرت يعني في دوله معينه وين كانوا يشجعوا الناس اللي المبادرات، مثلا هذو شباب داروا تطبيقات رقميه في 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 السلامه المروريه، هذا مثلا الاستاذ دار ورشه على السلامه المروريه مثلا في الاخرى في المدرسه ولا في المؤسسه تاعو، ولا هذا شاعر كتب شعر على حوادث الطرق، ولا هذه ام مثلا دارت حصه، ولا صحفيه دارت حصه على، ولا صحفي دار حصه على جميله على حوادث الطرق كذا. هذو كلهم خلال السنة نرصدوا الناس اللي راه يتمد. نرصدوا هذا الناس، هذا شرطي ولا دركي ولا رجل حماية قريب مثلا أنه أطع نفسه باش ينقذ الآخر، ولا باش هذا مثلا سائق مثلا تاع أمبيلونس مثلا، وين وصل الإنسان في 4 دقائق وخمس دقائق، استعمل كلش باش ينقذ هذاك الإنسان. هذو كلهم نرصدوهم هذو، وممكن أننا نخصص في الميزانية تاعنا ناس باش نشجعوا النوع هذا. سائق ما دارش عمره ولا دار حادث ولا كذا، يعني ما كاش غير ردع. يعني مثل ما عملت كثير من البلدان أنه يعني سنويا الذين لم يتلقون أي حوادث مرور أو أي شيء يعني تلقاو مبالغ في هذا الصدد. بارك الله فيك. هذا من المحفزات، من آليات التشجيع. فالإدارة يعني لما تكون الإدارة السليمة فيكون عندها رؤية
في 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 تجميع كل الطاقات وكل الرؤى وكل القدرات. يعني ما يقولكش غير انا اللي نخدم. نعم. انا عندي انا سلام المروريه تاعي انا. لا، سلام المروريه من الاسره للمؤسسه للهيئات كل. ولازم نعرف انا في الاستراتيجيه لازم يعني او اهل اللي راهم في اللي راهم في ايديهم الامر لازم يعرفوا كل يجمعوا كل هذه القدرات وكل هذه المصادر ويصبوها في 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 في, في انقاذ الناس في انقاذ ارواح الناس. سلامة المرورية ماهيش مهنه تاع 8 إلى 5. السلامة المرورية راهي مهنه تاع 24 إلى 24 ساعة. الحوادث هاي تصرى من بعد 5 كذلك، تصرى 12، تصرى الوحدة في اي وقت. نعم. فلازم يعني تكون هناك يقظه جامعه. نعم. بخصوص إدراج مادة يعني تعنى بتدريس ثقافة المرورية في كل المستويات، يعني هل أنت مع هذا الطرح؟ يعني هل أنت مستعد لتقديم الإضافة في هذا الجانب؟ نعم، يعني هو البرنامج التربية المرورية على كل ذكروه يعني ذكروه كثير من وزراء التربية، ولكن يفتح الملف ومن بعد يغلقه ويروح. نعم. هو يروح والملف ما يزيدش يتفتح كذا ممكن. لحد الان ما عندناش برنامج تاع التربيه المروريه. انا سالت بعض المدرسين هكذا عشوائيا تلاقيتهم، كاين اللي يقول لك عندي درت درس في العام كإضافة في الابتدائي يعني كإضافة من عنده. إيه؟ اجتهاد من عنده مثلا. ما كانش برنامج واضح ولا ورشات. نشكر بعض الجمعيات، كاين بعض الجمعيات اللي ناشطه في الميدان هذا بمبادرات خاصه وبدون تشجيع. كاين كاين يعني كاين كثير من المبادرات، ولكن ما نقدروش نرصدوها. ما كاش هيئه اللي تقدر ترصد هذا الاخر هذه المبادرات وتصب وتضيفها وتجعلها اضافه لاستراتيجيه يعني واضحه المعالم وقابله للقياس. نعم. يعني بالنسبه يعني بخصوص مجلس التنسيق المشترك مع قطاعات اخرى يعني الذي تم اعلان عنه سابقا، يعني ماذا تقترحون في هذا الجانب؟ يعني كيفاش وشنو هي القطاعات اللي تشوفوها حساسه وعندها تدخل مباشر مع هذا الجانب؟ شوف والله يا اخي الكريم، هو كل القطاعات يعني تقدر تستغلها يعني في في في, في ميدان السلامه المروري. قطاع العداله فقط مثلا. نعم. قطاع العداله شوف، احيانا احنا كاين ناس لما يصرى حادث كاين واحد يكون مظلوم يروح. نعم. ما يرجعولوش حقه ما كانش. علاش؟ لان الامر هذا لان ما يعطالوش اهميه كبيره. شوف نعطيك واحد القصه صارت في امريكا. شوف حادث صرى سنه 2010 السائق هذا بوتيرت رجله. نعم. بوتيرت رجله. شوف وقعد في الـ في الـ في الانكيت كما يقولوا، قعد في قعد الموضوع يمشي في العداله، يمشي في التحقيقات وكذا وكذا 10 سنوات اخرى. نعم. اظن ولا اقل. ف ومن بعد وش صابوا باللي هذاك الشيء، ما هو الشيء الذي كان سبب في بطر كانت هذوك لي باليز اللي هذوك لي حواجز الحمايه الجانبيه هذيك. نعم. تاع الحديد هذيك كان السمك نتاعها زايد شويه يعني في سنتيمتر. تصور تدقيق وتحقيق يعني جد دقيق. واش داروا؟ غرموا هذيك الشركه اللي كانت دايره الحواجز هذيك. نعم. يعني ما كانتش في المعايير. شوف هنايا وين تكون العداله، وين تكون العداله يعني تكون تصب في خدمه السلامه المروريه باش ما يضيعش واحد حقه. نعم. كثير من الحقوق راهي تروح لان بسبب نظام التامينات تاعنا اللي ماهوش مرتقين ماهوش في المستوى. نعم. حتى التحقيقات ربما ماهيش وافيه، ربما الوسائل ما عندهمش وسائل أيضاً ما عندهمش تكوين أيضاً. ما عندهمش تكوين يعني كان فكل القطاعات يمكن ان توظفها في مساله السلامه المروريه. يعني ايضا بالنسبه يعني نوعيه الطرقات اللي تشهدها الجزائر، يعني كيف يمكننا من تطوير هالطرقات وجعلها في معايير دوليه خاصه وان الجزائر يعني تعول على الطريق الشرق غرب وشمال جنوب. بارك الله فيك. هو في الرؤيه هذه الرؤيه صفر تاع السويد وين تلغي الرؤيه التقليديه. احنا الرؤيه التقليديه نتاع الامر اننا كاين مركبه كاين سائق ولا مستعمل طريق وكاين طريق
وفي الرؤيه الجديده كاين اداره سليمه. يعني لذلك اربع اداره سليمه يعني. بارك الله فيك. كيف ندير هذه الثلاث ما خلونش كل واحد وقسم. كيف كاين اداره سليمه؟ الان عندنا هيئه يسموها المندوبيه الوطنيه للسلامه المروري. هذه الدور تاعها هو التنسيق بين كل القطاعات باش الثلاث عناصر هذه ما تكونش نتحكموا فيها في الطرق، في يكون عندنا طريق امنه، يكون عندنا مركبه امنه، ويكون عندنا مستعمل طريق امن. فاذا يسموها رود سيفتي مانجمنت. وهذه الان راه حتى كاين معايير الان ودخلت في الايزو وكذا وكذا. فبكري كان نحملوا واحد من هذو الثلاثه المسؤوليه. عموما كنا نحملوا مستعمل طريق المسؤوليه في الحادث. الان لا، المسألة الرابعة عندها كذلك تتحمل جانب من المسؤولية. نعم. جانب من المسؤولية. علاش خليت مثلا 100 كيلومتر بدون مراقبة في الساعة الفلانية ولا فلانية؟ نعم. حتى الناس تدير لا فيتاس. يعني بعض الأحيان نشاهدوا يعني طرق سريعة بدون إضاءة بدون. بارك الله فيك. نعم. هنا شكون اللي يتحمل المسؤولية؟ ماشي غير السرعة دائما، ماشي غير السرعة. يعني أيضا بعض الاستهتار من بعض المسؤولين. طبعا. لا يؤدي لبعض يعني الفاجعة، نقولوا فاجعة. ومجازر في طرق السريعة. طبعا شوف مثلا في الطرق كثير من الحوادث صارت لان الطريق ماهوش ممعير كما يقولوا. نعم. الطرق المتقاطعه كان كثير من التقاطعات اللي كانت سبب في حوادث، لما رجعوها نقاط دائريه نقصت الحوادث. نعم. كيف الطرق اللي كانت احاديه يعني تدي وتجيب كما نقولوا احنا. نعم. ورجعوها طرق مزدوجه الحوادث نقصت ب 60 الى 70%. طيب هنا التصميم تاع الطرق كذلك يعني عنده دور كبير باش ما نخلوش المواطن ونحمله هو المسؤوليه ونلغي المسؤوليه على باقي الاطراف على باقي الاطراف في 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 الوفيات والاصابات. نعم. يعني ننتقلوا الان لدرجه الدراجات الناريه. يعني في هذا الخصوص يعني ايضا نشاهدوا يعني عدد كبير من الحوادث المرور للدراجات الناريه. يعني كيف يمكننا خاصه هذه الفئه يعني تحسيس هذه الفئه يعني نقدروا نرجعوا ان يعني الحياه تاعها عندها قيمه. بارك الله فيك. شوف عدد الحوادث كما ذكرت يعني خاصه بعد الكوفيد. نعم. ولات يعني كثر استعمال تاع الدراجات وحتى التجاره نتاعها انتعشت كثيرا. نعم. لان السيارات ما كاشفه. نعم. تجار المركبات انا ما نحكيوش على المعايير وما نحكيش. نعم. على كذا وكذا وكذا. فعدد الحوادث او الاصابات ضعف 3 مرات مقارنه ب3 سنوات خلت. 3 مرات. ولما نشوفوا يعني اي ملاحظه في الطريق نشوفوا باللي معظم الشباب تاعنا ما يديروش الخوذه. نعم. يديروش وما يتحاسبوش في الطريق. لا ممكن نشوف رانا نشوفوا ساعات في الحواجز يحاسب واحد مول السبته وما يحاسبش مول الاخر. كيف نفس الشيء المقاعد تاع الاطفال. أو كاين حوادث صارت مؤخرا وين الاطفال طفل يعني وين يخرج من الزجاج 7 الى 10 الى 20 متر. يعني خاصة هنا رغم ان منظمة الصحة توصي بهذه المسائل الخمسة: السرعة، مراقبة السرعة واللي هي الخطر الكبير في الطرق، السياقة تحت تأثير المخدرات والمسكرات عموما. نعم. هذه كذلك تعب نحكيو على كيفاش نراقبوها وكذا وكذا راه امر اخر. نعم. حزام الامن الحمد لله ان الجزائريين والفوا خلاص يعني ما. نعم. اصبح الزاميه واللي انقذ كثير من الارواح. مقاعد الاطفال اللي ماهيش الان ماهيش بالدرجه نتاع الخوذه رغم انهم هذو في زوج في 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 كثير من الدول عندهم نفس الميزان تاع الخطوره ونفس الميزان تاع المخالفات. فهنا رايح لازم اعاده النظر في برامج تاع الردع. في برامج الردع
لان الشباب تاعنا راه يروح بزاف بسبب هذه الوسيله يعني الخطيره جدا، والسلوكات الخطيره اللي راهي تصرى في الطرق من يعني قبل يعني ايضا. نعم. يعني من جانب يعني ما هي المعايير التي يعني تروها مناسبه خاصه لمنح رخص السياقه، يعني اللي تشوفوا في هذا الجانب يعني باش الانسان يقدر يكون عنده رخصه سياقه؟ خلينا يعني من الجانب التقني، يعني من الجانب الاداري، من الجانب النفسي الاجتماعي. لا، هذه ورشه ربما راهي هذه الايام فتحتها وزاره النقل تاع السائق المحترف. نعم. يعني هم يحوشوا يعني اعاده النظر في برامج التكوين وفي رخص السياقه وفي كذا، يعني شدوا فيها وكذا. مليح، جيد، مليح. علاش؟ لان لاحظوا بان المركبات يعني مثل الحافلات ولا مثل الشاحنات راه الحوادث تاعها يعني صعبه بزاف باش يتلقاها المجتمع بهذه الصوره، باش يروحوا بالعشرات وبالمجموعات، فهذا شيء يعني مؤلم جدا. لكن في المقابل لازم شو السائق المحترف او السائق المهني كما يقولون، السائق المهني اللي راه يمشي 500 600 كيلومتر، لازم احنا كذلك نوفروا له وسائل الراحه في الطريق. كاين دول وين السائق عنده وسائل تاع الراحه، وعنده قوانين تحمي حقوقه، يسوق 8 سوايع ما يسوقش 15 ساعه ولا 16 ساعه. فكذلك هذا الجانب مليح اننا نصفوا هذا الفئه تاع الناس. صرات حوادث وين واحد يمشي من وهران الافلو ولا مانيش عارف، هو ضرب كاشيات وشد ويفوت ويروح ويدير مجازر وراه. نعم، مجاز ما فهمت. فهذا الناس مليح ان الوزاره يعني تحاول تحيي هذا الموضوع، ونتمناه ان شاء الله يحلوا هذه المره ويغلقوه بصفه نهائيه، ما يبقاش كل مره يتعاود يتحل. يعني ككلمة أخيرة، يعني ماذا توجه للسائق الجزائري يعني الإداريين المكلفين بتسيير الطرقات أيضا؟ والله شوف، الروح راهي في الطريق أمانة. أمانة علينا كامل، ثم كصحفيين وإحنا يعني كنشطاء وكل الناس رانا مسؤولين على هذا. برامج التوعية لازم تكون في المستوى، ما تبقاوش بالركاكة هذه تاع السنوات اللي فاتت، بحيث توصل للمواطن. ولازم نثريو برامج التوعية، وكما قلت أنت من قبل إعادة إحياء كذلك برنامج التربية المرورية. يعني إلى هنا ينتهي عددنا لنهار اليوم، نلتقي في عدد جديد مع ضيف جديد. سلام.